اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روزا شانل وفيديو جديد عن مسلسل تؤترك بيبي. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فولو على انستغرام، تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه التانية، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن تسريبات حصريه عن الحلقه 37، فيلا بينا نبدا. التسريب الاول، فريق مسلسل تؤترك بيبي في المستشفى بالمشاهد من الحلقة 37، والتسريبات بتقول إن المشهد هيكون لميلو، لأن ميلو هتذهب للمستشفى عشان تتأكد من خبر حمل سيلين وعلشان تعرف هل سيلين فعلا حامل ولا كدابة. واستمر التصوير في المستشفى لمدة 3 ساعات أو أكتر. التسريب التاني، الصورة دي من أحد المطاعم وموجود فيها جيرين وفريد وميلو وأردان، واضح إن هما بيخططوا لشيء أو هيتعاونوا سوا عشان يعرفوا أصل الخبر وهل سيلين حامل فعلا ولا لا. عجبني تعاونهم سوا، متوقع ان دينيس بعد كده وايدا هيتعاونوا معاهم، وممكن كمان سركان عشان يحلوا موضوع حمل سيلين ده. هل سيلين بقى حامل ولا لا؟ في توقعي سيلين مش حامل، لان مش معقول شخصيه زي سيلين طول الحلقات اللي فاتت بتحاول انها تفرق ما بين ايدا وسركان، واول ما تعرف انها حامل تقرر انها تقول لايدا سركان ما يعرفش انا هربي الطفل لوحدي. متوقعش كده، اتوقع انها لو حامل فعلا كانت اتنططت من الفرحة، واول شخص عرف كان سركان لو فعلا هي حامل وحامل من سركان. يعني قصدي متوقعش انها تكون حامل وما تستغلش النقطة دي او تستغل نقطة حملها عشان تتقرب من سركان اكتر. وايضا ما ننساش ان في صور مشربة لدينيز وسيلين مع بعض وهما في حفلة عيد ميلاد سيلين، ما زالت حتى الان لم تصل لايد سركان او ايدا. يعني سركان مازال فاهم ان سيلين بتحبه وانها بتعمل اي شيء عشان تساعده وتكون جنبه، لكن هيحصل العكس وسركان هينصدم في سيلين صدمة كبيرة جدا بعد ما الصور توصل لايده. وبس كده، دي التسريبات اللي معايا. اكتبوا رأيكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.